جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما حكم وضع المرأة لتركيبة الأظافر للزينة بحيث تكون أطول قليلا وطلاؤها بالمناكير وحتى تبقى أظافرها مقلمة ونظيفة؟ لا يجوز للمرأة أن تطيل أظافيرها أو أن تركب عليها توصيلات تطيلها، هذا محرم. وكذلك لا تصبغها بالمناكير التي تتجمد عليها وتمنع وصول الماء، ماء الوضوء أو الطهارة، إلى ما تحتها، إن هذا يسبب عدم صحة الوضوء لبقاء شيء من عضو الوضوء لم يصل إليه الماء. تتجنب هذه الأشياء. والمشروع في الأظافير أن تتعاهد بالقص، وقصها من خصال الفطرة، ولا يجوز تطويلها كما يفعل بعض النساء المتشبهات بالكافرات أو بالسباع والبهائم، هذا أمر لا يجوز. ولا بأس أن تصبغها بالحنة أو بالأصباغ التي تجملها وليس لها جرم يتجمد ويمنع الماء. نعم.